بناتي ابنائي المترشحات والمترشحين، ابتداء من يوم الغد سوف تجتازون امتحان البكالوريا اللي كيشكل واحد المحطة مهمة في حياتكم واللي كيتوج مساركم الدراسي في الثانوي وكيفتح لكم افاق جديدة لمواصلة دراستكم في التكوين المهني والتعليم العالي. لا شك اننا عشنا جميعا واحد الوضعية استثنائية جراء تدابير حالة الطوارئ الصحية، ولكن بفضل الخيرات الجميع تمكننا من كسب رهان الاستمرارية البيداغوجية، وخدينا قرارات غير مسبوقة غلبنا فيها المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين. وطيلة الشهور الثلاث الماضية تعبأنا جميعا باش نوفروا لكم الظروف التربوية والتنظيمية المواتية لاجتياز هذا الامتحان. وفي هذا الصدد لابد من تأكيد على أن الوزارة خدات كل التدابير الوقائية والاحترازية على مستوى كافة مراكز الامتحان باش نحافظوا على صحتكم وصحة الأطر التربوية والإدارية اللي غادي تشرف على هذا الامتحان وتمكنكم من اجتياز اختبارات البكالوريا في أحسن الظروف. وخصكم تعرفوا أن من بين هذه التدابير سيتم تعقيم جميع الفضاءات قبل انطلاق هذا الامتحان ومرتين في اليوم طيلة فترة الامتحان. حرصنا أيضا على احترام مسافة التباعد الجسدي بيناتكم، وكذلك وفرنا لكم الكمامات والأقنعة الواقية والمعقمات. وبنفس روح المسؤولية والعزيمة حرصت الوزارة على تفعيل عدة إجراءات تربوية باش نضمن لكم تكافؤ الفرص ونمكنكم من الحصول على نتائج متميزة. في الأول وضعنا مواضيع غادي تهم فقط الدروس اللي قريتيو بشكل حضوري منذ بداية السنة الدراسية إلى غاية 14 مارس الماضي، ومن بعد صدرنا الأطر المرجعية المتعلقة بجميع المواد مع تحديد المضامين اللي غادي تطرح فيها الأسئلة، وأيضا حددنا وزن كل مكون من مكونات هذه الاختبارات. لهذا أنتم من جهتكم ونحن على بعد ساعات من انطلاق هذا الاستحقاق الوطني الهام، خاصكم تركزوا على الاستعداد النفسي وتعزوا ثقتكم في نفوسكم وفي القدرة ديالكم على رفع جميع التحديات. ما تنساوش أثناء الامتحان خاصكم تلتزموا بشروط النظافة وبجميع التدابير الوقائية وتفادوا أي سلوك يقدر يعرضكم للخطر أو يأثر بشكل سلبي على نتائجكم الدراسية. عندي اليقين أنكم غادين تجتازوا هذا الامتحان بكل عزم وإصرار من أجل النجاح والتفوق. الله يوفقكم جميعاً.